هاي الدفتر مليان ما حدا عم يدفع شيء، شو القصة هاي؟ عبولكم شوية خضرة يا ابني انت وياه. كبر حسابك ابو جودات. وش كان؟ راح تاخذ حسابك على دوز بارب مرزوق؟ ما باخذ منك الا وعودي. شو يعني؟ يعني ادفع حسابك الاولاني، بعدين خذ اللي بدك اياه. ايش كان هيك؟ ما راح تاخذ مني ولا متليك، وها؟ وليش ما راح ياخذ ولا متليك بقى يا ابو جودات؟ اه اهلين، انت هون عقيد؟ اترك بريدك يا ابني، اترك بريدك، استنوني براس الحاره. حرك! عجبك هيك يا ابو شهاب؟ معقول قول له لاب مرزوق ديني ما بيديني؟ لانك راكب مسواق الصلبطة، ولو كنت حقاني كنت دفعت اللي عليك لاب مرزوق وابو حاتم وكل صاحب رزق بالحاره له عليك قرش. اي بس ما عم يجمعوا معي يا ابو شهاب. وانت ما تعيش على قد حالك بقى ابو جودات، لازم تاكل قرط موز وتتشبرق بالبندق والفستق والجوز واللوز، ولا ايش كان بدين حط لي رطلين يعني؟ كل مين راح يصلح حقه على دوز باره؟ بس استنوني شوي. إيه لا تدفع شيء، مدفوع عنا، بس كمان لبقى تجي على الحاره وتشتري غراض، روح اتبضع من حاره تانيه.